هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الجواب أن أبا داود أخرج في السنن من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه خرج صف عظيم من الروم فحمل عليهم رجل من المسلمين حتى دخل بينهم وهم محاصرون المحاصر قسطنطينية، فقال الناس لا إله إلا الله وقد رمى هذا بنفسه إلى التهلكة أو ألقى هذا بنفسه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب في الناس خطيبا فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية على غير ما أنزلت، إنما أنزلت فينا معاشر الأنصار، وذلك أن الله لما أظهر دينه وكثر ناصروه قلنا إن شروعنا قد خربت فلو جلسنا فيها حتى نصلحها فكانت التهلكة الجلوس الذي أردناه وترك الجهاد. فإذا بين أن التهلكة هي ترك الجهاد في سبيل الله، والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة معناه ترك الجهاد في سبيل الله والاستسلام للعدو، فلذلك ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة المخاطرة في جهاد العدو مطلقا، هذا ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة لأنه هو عزة الأمة وهو رفع الضعف عنها، لما أخرج أبو داود وأحمد في المسند وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى